حتى المونتاليتي نتاعك تكون نظيفه، تبعت على برشا حاجات حبيت تخدم في مصالح بعضها. من الاخر الكره في تونس بيع وشري. وليت عسلامة. عسلامة. نهارك زين ورمضانك مبروك. عايشك سنين دا. احكي لي كيفاش تعدي نهارك في رمضان؟ والله بين قراية نوم انترينمون فازير. انا فورماسيون انفورماتيك ابليكي لا جيستيون. وشنو بشنو مغروم في السبور؟ فوت فوت. تويك بحكم القراية واحد واحدة بعد شوية. عامل بوست توا معناها. يبقى غرام معناها ملي انت صغيره كان مغروم بسبور وحاجه باهيه. سبور في حياه الانسان معناها يخليك حتى المونتاليتي نتاعك تكون نظيفه، تبعد على برشا حاجات، الانتوراج نتاعك زاد يكون نظيف وكل. بالنسبه لي انا معناها راه سبور انها تكون حاجه اساسيه. كيفاش تعدي سهرياتك في رمضان؟ تخرج مع اصحابك ولا تعديها مع الدار؟ والله هو رمضان متسمي على العائله والكل، شويه منه وشويه منه. واحد يبقى شوية مع العائلة شوية مع أصحابه قهوة وكله قهوة معناها. وتفضل الخرجة مع الأصحاب خير ولا مع العائلة خير؟ والله إيش باش نقول لك، كل حاجة وبلاصتها وكل حاجة وشنية معناها كيفاش نفسرها لك. مع الأصحاب فرفشة وجو ضحك، ومع العائلة كيك مع العائلة تبقى معهم تحكي معهم تبقى ستريكت معناها تبدأ من هكا مكبوس الدور يمين للدور يسار. شنو رأيك في السبور في تونس؟ الرياضة في تونس، استادات تونس. من الاخر في تونس السبور ماهوش عاطينه حقه، ماهوش عاطينه اهميته. انت كي تشوف مثال جوارات في رمضان عباد صايمه وخزر سخانه قداش تكور لك ما ساعه ونص معناها نتاع القايله، تفهم وحدك اللي احنا عندنا السبور حاجه مقدسه معناها. فماش واحد في عائله ما يحب الجمعيه ولا مش مغروم بالسبور. حتى باش تقول لي فما كوره في تونس، ماش فما كوره في تونس. نظف منها تصلح الكرة تترجع جوها به. حبيت تخدم في مصالح بعضها معناها واضحه الاحكام. انت من تعيينات الحكام من برشا حاجات ديجا العباد الكل فاهمه معناها فاش قاعد نحكي، بالاخص اللي تبعوا في البطوله التونسيه اللي تبعوا في الكوره تويكا في تونس. راه من الاخر الكوره في تونس بيع وشري. وليت نعطيك كان روح الزبلك نقول لك باش نجيو مثال باش نقارنوا. مثال تحب نقارن لك الاسبيرونس؟ يعني الاسبيرونس راهي قوه اداره تحب ولا تكره. راه ما فماش جمعيه هذيا قويه ولا لا، قوه اداره قوه بريزيدون كي يحط لك الباكو معناها فرق. انت بين جوار مثال يمشي يحط كارتو يلقى شعريتو مصبوب، فهمتني؟ فرق بين انت جوار بلاد. تصور انا مثال جتني امي قالت لي حاجتي بفلوس وانا نلعب معناها والكل، نمشي نحط كارتي ما نلقى حتى فرنك. يجي صاحبي هذا يحط كارتو يلقى شاريته كام. انت من ويبدا عندك ماتش مثال، انت في اللحظه هذيك باش تخمم في الماتش ولا باش تخمم في امك ولا في شاريتك وانت ما عندك حتى فرنك. حسب رايك كيفاش نعالجوا هالسلبيات اللي تعيش فيها الجمعيات التونسيه؟ كيفاش نتجاوزوها؟ كيفاش تتصلح الجمعيات وترجع كما كانت قبل؟ فما برشا جمعيات كانت طالعه ونزلت توا هبطت. ولا انت كي تجي تشوف جمعيات مثال اللي نزلت ولا موضوع راهو جيت لهم تعذر زاد ميزانيه تبدا على قدها. ديجا تويك جوار مزمر ما نعرفش انا ياخذ في 25 مليون 30 مليون معناها بالسيف عليك انك انت باش تحط قدام امر الواقع وباش تخيل. مثلا انا نجيب جوار يخلص لي شويه ويبدا مثال سومو على قده خير من نجيب انا جوار بك الحسبه ونخلصوا بك الحسبه وانا ما عنديش وقتها معناها. صلح المنظومه كامله، هي منظومه كامله لازمها تتصلح وربي يجريها على السلاح.